واحد من أولاد الجماعة ديل هو ما منتسب كتنظيم للجماعة، لكن ولد من أولادهم اسمه صلاح إبراهيم جودة، وبعض إخواننا الأفاضل سماه جوطة وما ظلمه، جوطة كذي جوطة من باب قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طلع عليهم مقطعين، أنا سمعت المقطعين اتعجبته والله الذي لا إله غيره، قال سلسلة في الرد على الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وأتباعه من العصبجية، وجاب له ناس ثانيين خليها الشغلة ساي، المهم الموضوع طويل ولا كيف. بعدين قال ديل أتباع لربيع ونحن بنرد عليه. بعدين جاء الرد، ابتداء جاء الرد والمسكين يمشي على استحياء، شيخ ربيع حفظه الله وحفظه الله وما بنبدعه، يعني شغلة بأدب. مشيت خشيت جوا لقيت فيها دخلت علبة صلصة وقديمة وجديدة، يا ناس ما قلت بادي بأدب انت ما تواصل في هذا، انت ابدا زينا كذي من بداية الشارع سايق التركرك نزل الحديدة كر الشارع شت نظفه، لكن مش رافعة وتجي محلات معينة وتجي تكركر بجمة ومصايب ثقيلة والله الذي لا إله غيره. بعدين أديك معلومة قبل ما نواصل في الرد على هذا المسكين، نحن ما شيخنا شيخ ربيع بس، أفهم النقطة دي، شيخ ربيع ده إمام من أئمتنا وشيخ من مشايخنا، عندنا ثاني مشايخ شيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري، ومشايخ كتار شيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني، مشايخ موجودة، والشيخ عبد الرحمن محي الدين، وعلماء وأئمة. فنحن ما تفتكرين انه كونه تقول لنا انتوا تابعين لشيخ ربيع والى اخره، والرد على الراس الكبير، انت اعترفت انه راس اي واعترفت انه كبير اي خلاص، جزاك الله خير على هذا الاعتراف، نحن كذلك نعترف انك ضنب صغير برضو من باب الانصاف نديك حقك، يعني انت ضنب وصغير كتر خيرك. دي نقطة. النقطة اللي بعدها، نحن ندافع عن الرجل باعتبارين. الاعتبار الأول لأن العلماء دافعوا عنه وأثنوا عليه كالشيخ الألباني، وهم بيقولوا الألباني تلميذ الحلبي، والجنة ده صلاح ده ذاته بيتعصب للحلبي، ده شيخ شيخك اللي انت زعمت انه وتلميذ للشيخ الألباني، مش شيخك الحلبي صلاح جودة اي، وجاب الحلبي في نص الرد في نهايته في نصه جاب المهم الحلبي وقال واحد ناقشني في الشيخ علي الحلبي والى اخره، وردوده بقت كثير منها يجيب الحلبي محروق، شفت موضوع الحلبي ده حارق جدا والله الذي لا اله غيره ده بيجمع. طيب الألباني رحمه الله قال الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، أخونا الشيخ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر، قال ويرد على الذين يرد عليهم بعلم وهم يردون عليه بغير علم. أقول أن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق وأخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا. ها رأيك شنو يا صلاح جودة؟ واحد. اثنين، العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى يثني على الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع، فالشيخ ربيع من أهل السنة، ومن زعم ذلك ومن زعم خلاف ذلك فهو مخطئ. زيد ابن محمد المدخلي يثني عليه. محمد صالح العثيمين
يثني عليهم. والشيخ ربيع من علماء السنه ومن اهل الخير وعقيدته سليمه ومنهجه قويم. طيب سؤال اخير، هنا عندنا بعض دعاة قال عن سماحتكم ان الشيخ ابن عثيمين اسهل من يستغل من الفرق المخالفه في الحصول على تزكيته. قال عنكم انكم اسهل من يستغل من الفرق المخالفه في الحصول على تزكيتكم. يعني تستغلون من قبل الفرق المخالفه وتزكون يعني ويحصلون على تزكيتكم بسهوله. لا هذا غلط، اني من اصعب الناس في هذه المساله. فهل من نصيحه لهذا القائل الذي يقول بهذا القول؟ النصيحه ان لا يكذب علينا. بارك الله فيكم شيخنا. الشيخ عبد العزيز ابن باز يقول له يا شيخ ربيع رد ويثني عليه. شيخ ربيع بخيرة السنة والجماعة. وهكذا الأئمة والعلماء يثنون عليه ويقدمون لكتبه. شيخ صالح الفوزان يثني عليه. ظهر في الساحة كتاب بعنوان أضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره لمؤلفه يدعى ربيع المدخلي، ما رأيكم في هذا الكتاب وهل المؤلف من أهل العلم المعروفين لديكم؟ لا شك المؤلف من أهل العلم، خريج الجامعة الإسلامية ومتتلمذ على المشايخ ومعروف والحمد لله. وما ذكره هذه أخطاء أنت تطبقها على، هو ذكر الصفحة هو تطبقها على ظلال القرآن، فإن أدركت أنه مخطئ تبين خطأه، وإلا الواجب قبول الحق، الواجب قبول الحق. هو ذكر الأخطاء التي فيه بصفحاتها حددها لك أن ترجع إليها وطبق عليها الكلام، فإن أدركت خطأ فنبه المؤلف عليه جزاك الله خيرا، وإن أدركت صوابا فالواجب أن تقبل الصواب. نعم. وهكذا العلماء، دي نقطة. النقطة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي وذكره الألباني أيضا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فنحن دارين نرد عن عرض هذا الشيخ الإمام اللي هو ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وله مؤلفات ومصنفات ما من أحد منصف يقرأها إلا ويستفيد منها، والله الذي لا إله غيره. حتى شيخ ذاته الحلبي لما نجي يرد على شيخ ربيع ما يكتب صد التشنيع في الرد على الشيخ ربيع، والله وذاته ظلم. بعد ذاك تاني، دي نقطة من النقاط. النقطة الثانية، صلاح جودة جاب كذب، سواء علم أنه كذب أو لم يعلم. قال الحواريون للشيخ ربيع، ويعني بذلك بعض الناس، قال يتعصبون له أكثر من تعصب حواريين الصوفية لمشايخهم. أي ما هسي ده كذب ولا ما كذب؟ الكلام ده باطل ولا ما باطل؟ هسي حوار للحلبي، لكن احنا ما نقول انت بتتعصب له اكثر من الصوفية، لان احنا قرينا كلام الصوفية. ولا انت ما قريته يا صلاح يودا؟ انت ما قريت كلام الصوفية؟ في زول قال شيخ ربيع بيخلق، دي كذبة والله، صلعة توب الى الله منا وانت نشرتها. قال بيتعصبوا له، قال واحد قال من تكلم في نظارة الشيخ ربيع فهو مبتدع، وما عنده نظارة ذاته. ما انا شفته والله، والنهار ده شافه مشى له جوا بيته كمان، وانا شفته في الحرم المدني ما عنده نظارة ذاته. وشيخ مزمل مشى له زيارة في البيت، قال لي الرجل ده بيقرأ كذي وبلغ قريب 90، قال لي ما بيقرأ من الكتاب، ما بيقرأ بين النظارة، قال وأنا شفته بعيني، شفته جاي مارق من باب السلام في المسجد النبوي ومعه بعض الناس وفي الطريق ماشي شايل عكاز شيخ ربيع نفسه، لا نظارة ولا أي شيء. قال من تكلم في نظارة الشيخ ربيع فهو مبتدع. قالوا كذي يا ناس، معقولة؟ معقولة؟ وده منو قال كذي يا زول؟
من قال الكلام ده؟ وده كلام من أبطل الباطل. وما عندنا الدار ذات، وانت ما فاهم الحاصل ولا شنو. والله هو صلاح ده تعرف قبل فترة كان بدافع عن ربيع، أنا الشيخ ربيع، قبل فترة ويقول في السعودية ركبت مع واحد وسألته من الشيخ ربيع إلى آخره، جبت سيرة الشيخ ربيع، أنا سمعتها من خشمه لأعضاني مباشرة صلاح جودة الشغل أسي، لأنه بعدين هبشلين الحلبي، ولأنه عنده غليل صلاح جودة. وأنا والله لا تتصور ولا تعتقد أني أقول هذه الكلمات جزافا، بل والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، أتحرى كل كلمة أقولها في الرد على هذا الرجل أو المسكين صلاح جودة ده بجنب. قال غلو الحواريين في الشيخ ربيع أكثر من غلو حواريين الصوفية في الشيخ ربيع. وقال نحن جربنا الكلام ده، قال تناقش الصوفي، الحوار الصوفي تناقش وتذكر لي الأدلة بيرجع. قال تجي لواحد من ديل تذكر لي الأدلة ما بيرجع. يا أخي معقولة الصوفي غلوه في الشيخ أنت ما عارفه؟ الصوفي بيقول لغير الله بيعلم الغيب. تبا قريت الكلام ده يا صلاح جودة؟ والله قريته وعارفه وبتقوله زمان بتقوله، هسه أنا ما عارفك بجد بتقوله ولا ما بتقوله ولا نسيت، نسأل الله العافية. ماشى قدام قال الجماعة يقول لك الثناء على أهل البدع ويضعنوا في الشخص وإلى آخره. قال مع أنه شيخ ربيع نفسه، مع أن الشيخ ربيع نفسه قال يثني على بعض المبتدعة. أيوة أثنى على منو يا صلاح جودة؟ قام ذكر لي أمثلة، ولو فكر ونظر بعين الإنصاف وبعين الحق لما طعن في الرجل. قال القاضي عبد الجبار وفلان وذاك معتزلي ودبع جاي من المتكلمين من أهل الكلام وأثنى عليهم شيخ ربيع وفلان يا زول. وبعدين قال شيخ ربيع ما يقول لك ما كان عارف، عرفه. لا قال عارف، لأنه في كتابه ذاته قال المعتزلي، وقال عن الثاني قال متكلم يعني من أهل الكلام، قال هو عارف عشان ما يقول لك ما عارف. ودرد عليك يا صلاح جودة، درد عليه لو بيفهم الرجل ولا لو دار يفهم كيف رد عليه؟ لأن صلاح جودة نفسه، لأن صلاح جودة نفسه أورد في رده تقسيمات لمسألة الموازنات. قال الموازنات في جزء بدعة وفي جزء قال ما بدعة. بعد ذاك ذكر شنو تقسيمات، وأنا ألخص لك الموضوع ده أديك الحق فيه والصحيح فيه. أيوة في كتاب ضوابط التبديع للشيخ محمد سعيد رسلان ذكر كلاما للألباني، وذكر إشكالا ورد على بعض الناس، وهو أن الذهبي رحمه الله تعالى أورد في سير إعلام النبلاء ترجمة لأحمد ابن أبي دؤاد أو ابن داود الأصبهاني، وقال عنه في سير إعلام النبلاء كان ورعا أو زاهدا ذا عبادة إلى آخره، وفيه تجهم. والذهبي نفسه في ميزان الاعتدال قال عنه جهمي بغيض. قالوا للألباني الكلام ده أورد محمد سعيد رسلان في ضوابط التبديع في مسألة الموازنات. قالوا للألباني انت قلت الموازنات بدعة، طيب كيف الذهبي هنا في سير إعلام النبلاء يقول الرجل ده عنده عبادة وكذي وكذي وبعد ذاك جهمي، وده ذكر للخير حسنات والسيئات ودي موازنات، وهناك في ميزان الاعتدال يقول عنه انه جهمي بغيض، كيف الكلام ده؟ قال الألباني رحمه الله في
في إزالة هذا الإشكال، قال الرجل في ذكره وترجمته، أسمع الكلام ذا كويس والتفصيل العلمي ذا، قال الرجل في ذكره وترجمته تذكر حسناته وسيئاته، أما في جانب الجرح والتعديل عند جرحه تذكر سيئاته، انتهى الكلام. وده رد الإشكال، يعني انت لو ذكرت واحدا من الناس تريد التعريف به، تريد التعريف به كترجمة تذكر الحسنات والسيئات، أما إن سئلت عنه أو ذكرته من باب الجرح والتعديل يؤخذ عليه ولا ما يؤخذ، وهو من أهل الشر فتذكر جرحه ولا تذكر شنو تعديله، ده الجمع بيناته، فرق بين ترجمة ولا تذكر عرضا، وفرق بين إنه شنو تجي في جانب الجرح والتعديل. شكي الشيخ ربيع نفسه لما ذكر النازل ذكر ما ذكر الحسنات بس، ذكر إنه قال معتزلي والتاني قال عنه متكلم، ونقل الكلام ده صلاح جوده نفسه والله الذي لا إله غيره نقل هذا الكلام، فده كله خربطة ولخبطة. في النهاية قال أوعى كمان يقول لك داك مبتدع قديم وده مبتدع جديد، أها الفرق بيناتهم شنو؟ هي البطصلصة، قال ده صلاح جودة، ما فرق بيناتهم، ما فرق بيناتهم، انت فهم الكلام كويس. ناسي الجهم بن صفوان ده عندنا مبتدع ضال منحرف وده قديم، وشيخك محمد مصطفى عبد القادر ده جديد، هو عبد القادر مبتدع جديد، ما فرق، ده ما فرق في انه ده مبتدع وده مبتدع، لكن ده بدعة كفرية وكافر بالله تعالى، وده بدعته المهم أخرجته من أهل السنة والجماعة، فأفهم الكلام. يعني هنا فرق بين تبديع القديم والجديد، فميز في النقطة دي. هاي لابن أقدم بس أصبر لي شوية، الموضوع ده سووه رواج، الواحد قال عنده موضوع وأنا برد على الشيخ ربيع، انت فطيت الفتحاب شيخك ده ما قدرت ترد عليه، انت بتهرش ليه ما ترد عليه ده، انت ما بقيت معه في الشبكة واحد، والله الذي لا إله صلاح جوده ده شفته انا زمان كان قالوا عنده شجاعة، والله كنت زمان قال عنده شجاعة وقول الزول ده برد وما بلاوز وكذي، لقيت الشغلة ومصايطة ومجوطة، اخواننا ما ظلموا لما قالوا جوطة ما ظلموا، يجوطة في صالحه بعدين ضده بحاول يرميه، والله الذي لا إله غيره بعضهم بحاول يرميون، امش بغادي شارك خوج الإبراهيم تقول لي رأيك في محمد حسين يعقوب شنو اردمه، وداك اثنى على محمد حسين يعقوب وشاركه ده بيجاي، تقول لي أخ المركز العام رأيك فيهم شنو يهبشون، بعد شوية تلقى مع محمد الصفا واثنى على المركز العام، تقول لي أخ بيجاي ها دكتور خالد كيف، يقول لك ناغشته وناغشته فترة أهاو، وبعد شوية تلقاو يقول لك ديل دكاترتنا ومشايخنا ناس العواري وديل وديل وديل، يا زول تجو مجوطة وراسك ضارب وما عارف تعمل شنو، وقال لا ترد على شيخ ربيع، وفي النهاية باختصار هو ذاته قال الزول ده نحن هنا بدعوا، خلاص ما بتبدعوا هاي كتر خيرك وكتما مبتدع كتر خيرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، نقدم خان الفاضل آداب إن شاء الله.